بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الشبيه ذاته، وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته سبحانه، من إله اتصف بصفات الكمال. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، منزه عن الوالد والولد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ضرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في عبادته لله سبحانه وتعالى، وفي تعامله مع الناس بالحسنى وجميل الأخلاق، وسار على نهجه الصحابة الكرام، وجاءت بعدهم نخبة صالحة حملت مشعل الصلاح والفلاح من التابعين، حتى جاء تاج العارفين الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى، وطريقته السنية، وهي إحدى مقومات ثوابت الأمة المغربية. فكان رحمه الله تعالى إذا قال نطق بقوة العلم، وإذا سكت سكت بوقار الحلم. دعا رحمه الله تعالى دوما إلى الاعتدال واليسر في الدين. والمغاربة منذ قرون مضت ارتضوا لأنفسهم عقيدة سنية تتسم بالوسطية، ذلك أن الاعتدال في تناول القضايا وحلها، وقبول الرأي الآخر، والتسامح والحوار، هو بالضبط سمة الإنسان المتحضر والمسلم المتنور. نعم أيها المسلمون الأبرار، الإنسان له أبعاد ثلاثة: جسم وعقل وروح. فالجسم يضبطه الفقه المالكي والواقع والتاريخ، يؤكد أن الأمة المغربية إنما اكتسبت مظاهر العزة والقوة والشرف على مدى قرون طويلة، لأنها احترمت مقومات الأمة التي أسسها المذهب المالكي، وكان طرفاً في الحفاظ عليها بعيداً عن آراء المعتزلة والخوارج والشيعة والنحل الضالة الأخرى. والعقل تضبطه العقيدة الأشعرية المعتدلة، وتمسك المغاربة بها كان السر وراء تماسك بلادهم ومجتمعهم، لأنها تسد الباب وراء التعبير عن العقائد والتكفير والتفسيق، وتجمع الناس على راية توحيد واحدة. وكل المالكية أشاعرة، كما بين ذلك ابن عساكر: والذين ملأوا الدنيا هدى ونورا وذكرا سنيا وغداء علميا وتقافيا صالحا. والروح يضبطها التصوف السني على طريقة الجنيد، وهو مذهب للقلوب، وهو مهذب للقلوب، ودعوة لمكارم الأخلاق والآداب والسلوك. ويتم تتويج تلك الثوابت الثلاثة بمؤسسة إمارة المؤمنين الضامنة لقيام الأركان وحماية الدين وتوحيد البلاد. فمن كانت له غيرة على الدين فليتجنب الأسلوب التحريضي والانغلاق والضغائن وسوء الظن. من هنا ينبغي أن يفتش كل مسلم صادق مع الله سبحانه وتعالى عن مكمن الداء في نفسه ومكمن المرض في ذاته. نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد عقيدة روحها التوحيد، نريد عبادة روحها الإخلاص، نريد أخلاقا روحها الخير، نريد حضارة روحها التوازن، نريد إسلام السلام مع المسلم وغير المسلم، حتى نواجه مشكلاتنا بمنطق العلماء العارفين. فاللهم أمنا في أوطاننا ودورنا وأهلنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين.
والحمد لله رب العالمين.